السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للفرض الثاني في الدورة الأولى، مادة اللغة الفرنسية المستوى الثاني. نبدأ على بركة الله. جيك ليكريتور إلى كوبي، جيكري إذا نكتب، نكتبو ونحاولو نحترمو لي زانتيرلين. ال 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 دائما نبدا لي لتر لي سيلاب. او 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 N un seul internil. N N le 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 do do دو نا 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 دو regardez bien دو du recopie les mots et la phrase. ننقل الكلمات ثم الجملة. je recopie les mots انقل الكلمات ثم الجملة. melon toujours يعني نحاول نحترم مقاييس الحروف les interlines. melon banane lundi lundi médecin انكل انكل alors melon banane lundi médecin oncle j'écris la phrase Mona est malade Mona est malade كان الصراحه خصني نكتب على الخط الكغا ماشي مشكل نعاود نكتبها هنا منى اي مالاد اكزرسيس اكري جو رولي انفلوب عندنا هنا ليكريتور كيرسيف الكتاب اللي كنستعملو حنا التلاميذ والاساتذه وعندي هنا ليكريتور سكريبت الكتابه المطبعيه والصور ديال الكلمات اذا انفلوب انفلوب هو الظرف اذا انفلوب نقلبوا على هذا لو مو بليكريتور سكريبت او الوغ انفلوب ظرف sardine 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 sora
لا فوتو دو ساردين هي هادي. اذا نقلبوا على ليكريتور سكريبت ساردين فيلو فيلو دراجة فيلو ليكريتور سكريبت بانان بانان موزة بانان alors enveloppe sardine vélo banane je complète par O ou bien E N D je complète par O par la lettre O le son O E N D أني عندي هنايا لوني العش ألوغ لا لتر N نكملو ب N فنتر E لو سون E دو لا لتر D دو دكتور لو سون O ني فنتر دو دكتور ni fenêtre de docteur. Je colorie le mot qui contient la syllabe. Et dans le nom, كلمة اللي كتتضمن la syllabe. عندنا na, nabil, robe, maman. Alors le mot qui contient la syllabe c'est nabil, na. De moto bol dans de dans et là c'est là dedans et là on a maintenant qu'on a passé ma il est nihaïe cette vidéo اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه. تذكير بالنسبه للديكتي، ديكتي راه الاستاذ اللي كيحدد لكم لي مون اللي كتدربوا عليهم.